الكبيره والاعطال الكبيره اللي عملوه حملوا ضغط وهذا اللي كنا متوقعينه كونه فريق مدير فريق كبير مش حاول يضغط علينا لكن عرفنا كيف نحضر الضغط عطنا هجمنا بكل طاقتنا ورغم اللي قلنا هدف على حذر مخالفه رجعنا في المقابله وما يزناش وهذه قوه فريق اللاعبين الرجاء يعني اللي تكلمنا عليه معاهم كانوا مدلموها يعني في التفكير بتاعهم صحاح طويل جد المقابله ونشكرهم على البذل والعطاء والتسبيق اللي كان ممتاز من طرف اللاعبين الكل والحمد لله بعد يمكن انتصارين ورغم الارهاق كانت مقابله كنا مرهقين لكن رغم هذا لقينا رجال ولقينا عزيمه كبيره من طرف اللاعبين ونشكرهم على هذا بطبيعه الحال نشكر الفريق المنافس والمدربين لقدم مقابله ممتازه